شفنا صورة، يعني صورة عائلية لكم، ولقينا فيها يعني طبعا الأديب الكبير جدا جدا طه حسين. ممكن تقولي لي ايه الصورة دي؟ الصورة دي فيها فعلا طه حسين. طه حسين يبقى عم جدتي اللي تبقى أم أمي، عم و جدتك. بالظبط. وهو أنا جدتي كان أنا باباه توفى بدري جدا، فهو اللي رباها كان طه حسين، وهو اللي جوزها كمان. فأفتكر الصورة اللي موجودة وهو كان واقف معاها يوم جوازها، وهو حتى كان يعني كان وكيل جدتي في الجواز. يعني طبعا أفتخر جدا إن أنا أبقى من سريرة طه حسين، يعني دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، بس حاجة واحنا عمري ما طبعا اتكلمت كلنا فيها. فخورين بيه وبيكي الحقيقة. يعني قطعا انت تمتلكين موهبة كبيرة جدا جدا، لكن هل الموهبة كافية حتى يكون الفنان عالمي وله مستوى رفيع بهذا الشكل؟ حلو. انا بحب قوي اتكلم على نقطة الموهبة دي، علشان انا بحس ان في ناس كتيرة جدا بتعتبر لو حد موهوب خلاص اكن هو اتولد ربنا اداله حاجة ومش محتاج يعمل اي حاجة علشان ينميها، علشان هو اوريدي اتولد بحاجة مميزة جدا. ولكن انا بجد الموضوع ده فكرت فيه كتير جدا في حياتي، ووصلت لمرحلة دلوقتي ان انا ما بقتش مقتنعة بالموهبة، بمعنى ان انا الموهبة بالنسبة لي فعلا حاجة مؤقتة جدا، مع ناس ممكن تبقى مؤقتة، بمعنى على سن 12 سنة او 13 سنة الموهبة مش هتساعد لو الشخص ده فعلا ما اشتغلش على الموهبة اللي عنده او على الحاجة المميزة اللي عنده اللي اتولد بيها. زي ما بنقول ممكن تقف عند 12 13 سنة، ممكن تقف عند 16 سنة، بس ما اظنش ان هي بتكمل ال 20. احنا في حتى مثل حلو قوي في الاوبرا بنقول لغاية سن ال 30 بنغني بصوتنا، وبدءا من سن ال 30 فما فوق بنغني بعقلنا، علشان الصوت ما بيفضلش فريش لغاية لما بنكبر في السن، والصوت ما بيفضلش زي ما احنا صغيرين نعرف نعمل بيه كل اللي احنا عايزين نعمله. لا، زي ما احنا بنكبر في السن الصوت برضو بيكبر في السن، وما نقدرش ان احنا نقعد نحرقه زي ما كنا بنعامله واحنا صغيرين. له الحياة تعبير جميل، يعني له معنى. ما فعلا بنقول كده، وعلشان كده ما ينفعش نعتبر ان احنا دايما جسمنا وحالنا ده هيفضل زي ما هو من واحنا صغيرين لغاية لما نكبر. فأنا بالنسبة لي الموهبة دي فعلا حاجة مؤقتة جدا، فعلا في ناس ممكن نشوفها ويبقى شكلها فعلا عندها موهبة، بس الموهبة دي مؤقتة لو الشخص فعلا ما اشتغلش على نفسه جامد جدا ان هو ينمي الموهبة دي. الموهبة 1% و99% شغل، دي حاجة أنا مؤمنة بيها جدا. أنا مؤمنة من واحد لازم يشتغل علشان الموهبة دي تلمع في الآخر، ايوه. وإحنا في الآخر بنشوف حد على المسرح مثلا ونبقى شايفينه حاجة مبهرة، مش عشان هو موهوب بس علشان هو اشتغل جدا 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 علشان يعرف 1% دي تبقى حاجة فعلا مبهرة قدام الناس في الآخر.